السلام عليكم الاخوان، غنوريكم اليوم واحد الطريقه كيفاش تقدر تزين بيكالتك وفي نفس الوقت تحميها. هادو عبارة عن دي زوتوكونو ديال السيليكون اللي كيتسماو الفريم غوارد ولا واقي الاطار ولا الكادر. المهم انا من على الاكسبريس قاموا عليا واقيلا ب 170 درهم ولا ما كاملاش، واقيلا 120 درهم. هو كيف ما كتشوفوا راه كيقول لك تنقي لا سيرفاس اللي غتلصق عليها مع الكول، تقطع الا بغيتي تقطع، ومن تلصق دوز هكا وتمشي في الاتجاهات بجوج في اليمين ولا اليسار. المهم ما علينا، خديت انا هاد الموتيف هذا اللي فيه هاد لولو. صبروا نحلوه. الشكل ديالو مزوين تري بيان. فكيف ما كتشوفوا ففيهم هذه اللي كبيره عريضه، من الاحسن تلصق هنا. انا عندي الكادر رقيق شي شويه ما غنديرهاش هنا. كاين فيهم هادو بحال في ثلاثه، كاين هادي وهادو رقاق. هادو الرقاق كاين اللي كيديرهم هنا وهنا، عليه عاطين لك اربعه. ها هما كاينين اربعه رقاق الفوق. انا حيت لتحت عندي التشين غوارد، ها هو كاين ديال الخارج مع البيكاره من الدار، دونك ما غنديروش. غادي ندير واقيلا شي واحد هنا وواحد لهيه، وغندير هنا شي واحد رقيقه ديكوراسيون ماشي حمايه الكادر. وكذلك غندير تحت البيكاره هنا شي واحد، نقد ندير داك العريض تحت البيكاره هذا. خليكم معايا نشوفوا هادشي كيفاش كيلصق. هنا الخوت انا ما غنديرش، حيت فكرت بانني فاش كنعلق البيكاره في السيبورت البي داتولي كنشدها من هنا، وكان عندي واحد اللوغو ديال الجو برو، ومع داك كنزير بدا كيتخسر حتى حيدته كاع كومبليتمون. دونك الا درت شي حاجه هنا غتقلع عليا. ممكن ندير شي ديكور هنا صغير ونخلي هاد البلاصه نبقى نكلم بكري من هاد البيكا. دونك اش غادي ندير؟ غادي ناخذ شي واحد صغير نديرو ديكوراسيون الفوق. كنفكر ندير هذا اللي هنا. المهم الكادر انا البيكالر عندي ديجا نقي، غادي نقولي هنا. غادي نقولي ونشوف الشكل ديالو كيف غيجي. نحاول نخرج لكم شي فقاعات ديال الهواء، شوف الشكل ديالو كيجا. صراحه كيبان زوين 3D، فيه موتيف حرش فاش كدوز يدك. غادي نلصقو واحد هنا في التشينز، ماشي التشينز تايف، هذا التيوب اللي فوق منه. كيف ما كتشوفوا راه عندي هنا ديجا واحد الشريطه. لصقوا هكا واقيلا. صراحه اللي زوينه فيه انه كيتبع الكادر، الكادر داير دار معاه. والله حتى مخير لصق مزيان. قلت انا راه ما غيلصقش ليا من هاد الجناب، غيبقى يتقلع الساعه لصق معاه مخير. ممكن هذا هو لصق سي نزار. حيد راسك اولدي، راه كتبان في الكاميرا. واش تبسطي؟ غادي نلصقو واحد من الجهه الاخرى. بالنسبه لهذا المكان غندير نفس العمليه، نحيد لك هنا شي غبره
شتي هاد البلاصه ديال هاد الحكايات هادي راه غير تستيكات حيدت الكحوليه ولكن حنا نبروتيجيوها ما خاص فيها والو. حيد راسك السي محمد. جبتها عوجه بعد شوي نشوف كيف تبدا تبغى تعاود تخشى. المهم هذيك اللصقه المرسول كبيره الخوت راني لصقته هنا لتحت جناضي كنادي. غادي نزيد شي مرسوات لتحت بالنسبه لهادو هاد الثلاثه واحد جوج ثلاثه غادي نضربهم هنا باش يجيو دايرين. باش نكملو نتسوق لتحت المهم الكاليتي ديالهم واعره مخدومين مزيان الصراحه. هادي غنزيدها لتحت نبارو مع الكادر فين كيكون الضوء فوالا راح نضربنا معاها تم لتحت. انا غنوريكم الريزلت فينال بقاو ليا هنا جوج غادي نشوف فين نديرهم. فكرت ندير واحدة هنا المهم درت واحدة هنا في الهيدسات وبقات ليا واحدة الأخيرة غادي نوثقها هنا في هاد الحديدة هادي ديال السرج حتى هي غتجي مزيانة. المهم الخوت ها الريزلت فينال كيطلع عندهم واحد لا تيكستير زوينه مديرين بحال لابو ديال الحنش ولاصقين مزيان. هاد الجناب هادو القناتي ما مقلعينش كيلصقوا بزاف مخيرين. ضربت وحده هنا نجيب لكم لاكليراج. ضربت وحده هنا تبقات بان هكا من اللور. دابا فين ما تجي شي ضربه هنا تجي في السيليكون هنا القدام حيت كنعلق البيكالا من هنا الا درتها غتكرفص غادي تقلع. درتها واحده صغيره في القدام ديال البيكالا بيان سور ما عندي لا كابليات كيتحكوا لا والو دونك ما درتها هادي حيت بقات لي وصافي. وتحت البيكالا هنا في البروتيجيتها مزيان فدرت واحده كبيره ولتحت كملتها بهاد الثلاثه هادو صغار ها هما واحد جوج ثلاثة. المهم كنتمنى هاد البرودوي هادي يعجبكم. راه نخلي لكم اللين ديالو تحت في الديسكريبشن وان شاء الله الى اللقاء في حلقة قادمة.